そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。السلام عليكم ورحمة الله يا أصدقاء. موضوع اليوم كما شاهدتم من العنوان فإن لعنة العمالقة لم تختفي، وهذا ما سنؤكده من خلال هذا الفيديو. كالعادة يا أصدقاء سنعطيكم أدلة قوية على أن إيرين ييجر لم يمت، ولكنه لا يزال مسجونا في المسارات. فموته في الفصل 138 ما هو إلا خدعة أخرى من إي سيارة. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك واللايك لتنضم لعائلتنا الصغيرة، وأراكم بعد هذا. في لحظات موت غالبية شخصيات هجوم العمالقة غالبا ما تكون أعينهم وأفواههم مفتوحة، والأمثلة كثيرة على ذلك، مثل القائد إيروين سميث. فكما ترون في لحظاته الأخيرة نرى الفم والعيون مفتوحة. اللحظات الأخيرة لموت ساشا أيضا ظهر فمها وعيناها مفتوحان. فهذه القاعدة طبقها إيسياما في العديد من اللحظات التي سبقت موت الشخصيات، والأمثلة أمامكم. في الجدول الزمني الأول الذي هو عبارة عن الحلم الطويل، مات إيرين بعد مرور مدة لعنة العمالقة. نرى العينان والفم مفتوحان، لكن في الجدول الزمني الثاني الذي يمثل المانجا عينا إيرين مغلقتان وفمه مقفل أيضا. فلماذا في نظرك؟ لنفهم أكثر يجب أن نعود للبداية. في لحظات وفاة يومير فريز نرى الفم والعيون مغلقة. بعدها تنتقل يومير فريز للمسارات وتبقى حبيسة هناك لمدة 2000 عام. نستنتج من هذا أن يومير ماتت جسديا بينما انتقلت روحها للمسارات. الفصل 115 لحظات قبل موت زيكي نرى الفم والعينان مفتوحان، ولنفترض أن هنا زيكي قد مات فعليا وانتقلت روحه للمسارات. لاحظ انقسام الصورة تماما مثل مشهد يومير من الفصل 122. نعم يا أصدقاء، زيكي ييجر مات أيضا، وزيكي الذي رأيناه من الفصل 115 إلى الفصل 137 هو فقط روح انتقلت للمسارات. والكاتب أعطانا مثال حي عن بقاء الأرواح في المسارات في فصول التحالف، ظهور كزافير، غريشل بوما والباقين. قوة العمالقة لم تختفي يا أصدقاء، فهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها. بعد قطع ميكاسا لرأس إيرين ظن الجميع أن لعنة العمالقة اختفت، وهذا ما أظهره لنا الفصل الأخير. علامات التحول زالت من كل المتحولين كأرمين، راينر وآني والبقية، لكن الغريب هو أن العلامات لا تزال موجودة على إيرين. إيرين يا أصدقائي بموته أصبح المصدر الجديد لقوى العمالقة، ولم تبقى هناك أي رابطة بين المؤسس والإلديان. اللعنة لا تزال موجودة وهي الآن بحوزة إيرين، المؤسس الجديد المحبوس في المسارات. فالتاريخ سيعيد نفسه من جديد، وكما انتظرت يومير لمدة 2000 عام شخصا ليحررها، سينتظر إيرين أحدا ما ليحرره من سجنه الأبدي الذي امتد أيضا ل2000 عام. قلت سابقا أن إيرين جدول الأنمي يحجب ذكريات المستقبل عن إيرين جدول المانجا. في هذه الصورة من الفصل 131 نعلم أن آرمين تلقى ذكريات مستقبلية من إيرين عن محادثتهم في الفصل 139، ولكنه تم منعه من رؤية هذه الذكرى حتى مات إيرين. ركزوا جيدا في تفاصيل العين، يظهر آرمين كما أنه تلقى صدمة أو رأى شيئا ما. ولاحظوا الآن إيرين في الفصل الأخير قبل موته اتسعت العين تماما مثل آرمين. ماذا لو أن إيرين بعد موته جسديا أتته ذكريات مستقبلية من شخصيته الأخرى من جدول الأنمي؟ لا تنسوا أن أغنية نهاية الموسم الرابع كلماتها تحدثت عن رؤية إيرين للمحة مؤقتة لعالم مهجور. وحسب ما قلنا سابقا فإن إيرين جدول الأنمي أرسل لشخصيته من المانجا ذكريات عن دمار جزيرة البارادايس. فظهور الطائر الأبيض في نهاية الفصل 139 كان له دلالة على أن إيرين سعيد بأن يعيش أصدقاؤه بسلام وتبقى الجزيرة آمنة. لكن بعد تدمير الجزيرة نرى الطيور السوداء تحلق فوق شجرة العمالقة، وكما تعلمون الطيور السوداء دلالة على الموت والظما. في الفصل 122 نرى الكلاب تتبع يومير قبل سقوطها في الشجرة. أما في الصفحات الإضافية نرى بجانب الطفل الكلب يرافقه قبل سقوطه أيضا في الشجرة، وهذا دليل جديد على أن الأحداث التي ستمر في الخط الزمني الأخير ستكون مختلفة تماما. الدليل الأخير
الذي حصلنا عليه كان في الإيفنت الأخير. أحد القائمين عن العمل وهو مخرج الصوت الخاص بالموسم الرابع قال: أعتقد أنه من الجيد عدم التحدث عما إن كان الأنمي سينتهي بالطريقة نفسها التي انتهت بها المانجا. وطلب يوكي كاجي مؤدي صوت إيرين كل من مؤدي أصوات آرمين وميكاسا ألا يقرأ المجلد الأخير لكي يعيش القصة معها. وأنتم تعلمون يا أصدقاء أن إيرين أول الواصلين للحقيقة وميكاسا وآرمين لم يعلموا الحقيقة بعد في المانجا، لكنهم سيكتشفونها في الأنمي. لهذا طلب يوكي كاجي ألا يقرأ المجلد الأخير ليكونوا مثل شخصياتهم من المانجا. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم.